لقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وربنا يصبره وربنا يرحم المغفورة ليها زوجته، وطبعا مصطفى عشرة عمر، ولحظات بتبقى صعبة لحظة الفراق، ولكن الدعوة ليها بالرحمة بإذن الله. بقاء لله كابتن مصطفى عبده وأسرته الكريمة في فقد طبعا زوجته مدام هالة، صاحبة كفاح كبير جدا مع مصطفى في كل مراحل حياته الانتقالية. نتمنى طبعا لكابتن مصطفى عبده ان شاء الله الصبر والسلوان، ونتمنى لكابتن مصطفى عبده ان هو يتشجع كده ويجمد في المرحله اللي جايه، اللي مرحله صعبه بالنسبه له. هو والمرحومه كانوا بيعتبروا ثنائي كبير جدا في كفاحهم، في تربيه ولادهم، في نجوميته، في حياته الكرويه الفتره الماضيه. فبيفقد طبعا جزء غالي جدا من اسرته الكريمه وهي زوجته، يعني تقدر تقول عماد البيت او يعني الحجر الاساسي في بيت مصطفى عبده. نتمنى كابتن مصطفى عبده طبعا انه يكون عنده الصبر، ونتمنى انه هو يتحمل. انت عارف احنا كرياضيين عندنا جزئيه الصبر والمصابره دي موجوده وبصفه اساسيه في لاعبي كره القدم او الرياضي عامه. بتمنى لمصطفى ان شاء الله حياه سعيده، ونقول له اخر الاحزان ان شاء الله يا كابتن مصطفى. ربنا يصبره كابتن مصطفى عبده والناس اللي يعني مش يعني احنا طبعا ده واجب علينا طبعا كلاعبي الكوره وفي مجال الرياضه، وكان كابتننا وكابتن مصر، وطبعا ربنا يرحم زوجته، وكانت اخت فاضله برضو من ضمن الناس اللي كانت موجوده، من ضمن ناس النادي الاهلي اللي موجودين في النادي الاهلي كعضوه في النادي الاهلي ومارست الرياضه في النادي الاهلي. طبعا دي سنه الحياه، ودي احنا كلها احنا بنوصل بعض، بس هي بتبقى عمليه الفراق. فاحنا بنقول له ان شاء الله يعني انت قدها، وان شاء الله يعني ربنا يصبرك ويرحمها ان شاء الله. كل اللي احنا نقدر نعمله لها واحنا عايشين كده ندعي لها، وهو طبعا اكيد حاجات كتير هو يتصدق بيها بالنسبه لها، ده اللي في ايدينا نعمل. والدعاء ما فيش اكتر من الواحد يدعي لها ان شاء الله رب الرحمه ان شاء الله. وقال الله لله ما اخذ والله ما اعطى، وان الله وان الله راجعون. وزوجته كانت اخت فاضله طبعا، وربنا يرحمها برحمته الواسعه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه، وربنا يصبر كابتن مصطفى اولاده البنات وكلنا اخواته، وطبعا وقدام لله سبحانه وتعالى، وان شاء الله في الجنه باذن الله تعالى. في المناسبات الحزينه دي انا ما بتكلمش فيها، لكن اللي انا عاوز اقوله قلبي مع الكابتن مصطفى عبده، ما اقدرش اقول اكتر من كده. ربنا يصبرهم جميعا يا رب. كلنا معرضين للمصيبه دي، لان الموت ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران انها مصيبه. فيعني ربنا يا رب يلهمه الصبر والسلوان، ويقدر انه يعدي هو واولاده المصيبه دي، وان شاء الله باذن الله يعوضوا خير يا رب باذن الله ان شاء الله. كلمات بسيطه يا استاذ محمد تقول ايه طبعا للاستاذ احمد؟ طبعا الحاج احمد انا اسف، طبعا كلمات بسيطه تقولها لكابتن مصطفى عبده وحضورك النهارده تقول ايه؟ بقاء لله، وبقاء لله لي ولاولاده، وربنا يديهم الصبر يا رب. عزيز طبعا، لانه الانسان اللي يفقد زوجته ده يعني حقيقي ده فقد كبير جدا، وطبعا منتهى الصعوبه. يعني حتى انا مش عايزك تتخيل مصطفى، يعني احنا بنوقف معاه بنبقى يعني الحزن اكتر منه. فعشان كده انا بتمنى انه ربنا يحتسبها يعني في جناته، ويكون مصطفى عبده يعني يتماسك هو واسرته، واحنا الحمد لله يعني وقفنا معاه عشان ما نحسش انه في اي نوع من الفقد. وربنا ان شاء الله يعني هيخليها تجتاز هذه الفتره الصعبه جدا جدا، وان شاء الله ربنا ما يجيبهاش لحد اخر، لكن ربنا يعني كما اخرج واعطى واخذ، فبالتالي الواحد ما فيش داعي يعني ياخذ الامور الا بايمان قوي. كابتن مصطفى ربنا يصبره الحقيقه، لان يمكن كانت زوجته يعني هي رفيق عمره، وكانت هي يعني واقفه جنبه باستمرار. فبقول ربنا يصبره ويديله يعني الصبر في المحنه اللي هو فيها. طبعا مش هكلم على كابتن مصطفى، لان مصطفى عبده من علامه من علامات الكوره في مصر، واتمنى ان شاء الله ان يعني يبقى بكل صحه وبكل خير في الفتره اللي جايه، ويكون الصبر هو الحاجه الوحيده اللي بنقولها له. النادي الاهلي ليه مبادئه وليه اخلاقياته، وكلنا مش بنقف مع اصدقائنا في الفرحه بس، ولكن بنقف معاهم في السراء والضراء، واحنا ايد واحده، ومهما كنا ومهما بعدنا
احنا لينا ملتقى بنلتقي فيه بصفة مستمرة، واذا نادانا النادي الاهلي في اي وقت فكلنا بنلبي النداء، لان النادي الاهلي قلعة كبيرة وحصن متين واسم كبير ما يعرفوش الا اللي عاش فيه.